الصرف حنايا فقنا مع 3:30 بالضبط. فاش فقنا يعني لقينا واحد الرعب ما في هذا الحي هذا. هذا هو المنزل اللي كان كيتواجد فيه يعني كيسكن فيه. قتل البنيه الكبيره كيتراوح العمر ديالها ما بين 27 28 عام، والابن العمر ديالو ما بين 21 22 سنه. بالنسبه للزوجه ديالو دابا حاليا راه في بيت الخطأ، يعني الحاله ديالها يعني حرجه بزاف، اللي بقى امل شويه لذاك الابن ديالو اللي باقي والابنة، نتمنوا لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. ويا هاد بشيعة قتل اللي وقعت هاد الليلة في هاد الحي هذا مع الساعات 3:30 صباحا ديال هاد الرجل هذا الابناء ديالو. هذا هو المنزل اللي كان كيتواجد فيه يعني كيسكن فيه. قتل البنيه الكبيره كيتراوح العمر ديالها ما بين 27 28 عام، والابن العمر ديالو ما بين 21 22 سنه، والزوجه ديالو حاليا راها في بيت الخطر في الانعاش، وكاينه بنيه وحده اخرى مضروبه على الايادي ديالها بالسلاح الابيض، وواحد الوليد صغير مضروب في الظهر ديالها. بالضبط حنايا فقنا مع 3:30 بالضبط. فاش فقنا يعني لقينا واحد الرعب ما في هذا الحي هذا، والجيران والامن يعني اللي تدخل في الوقت المناسب كنشكرهم جزيل الشكر. يعني واحد الحاله يرثى لها كانت وقع في هذا المنزل هذا، فيعني تاسفنا بزاف لهاد الاخوان وكنطلبوا لهم الرحمه بالنسبه للناس اللي ماتوا واللي بقاو حي الله يشافيهم. بالنسبه للاخوان اللي كيتواجدوا داخل هذا الحي، يعني بالنسبه للرعب والخوف يعني كان واحد الرعب يعني مرتفع بزاف، حيت ما عمرنا تصادمنا يعني بشي حادثه ولا يعني هذا الحي يعني كاين فيه واحد الامال ويعني بزاف. وبحال يعني هذا الحي حنا كان يعني الجيران هنايا بحال اللي دار وحده. يعني هذا الاخ هذا يعني قام بهذا البشاعه ديال القتل، ما عمرنا يعني شفنا شي حاله مثل هذه الحاله هذه. بالنسبه للزوجه ديالو دابا حاليا راه في بيت الخطا، يعني الحاله ديالها يعني حرجه بزاف، اللي بقى امل شويه لذاك الابن ديالو اللي باقي والابنه، نتمنوا لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. السلاح الابيض قتلهم بالسلاح الابيض. الشارع التازي يعني بصفه عامه يعني نايض فيه واحد الرعب وواحد الخوف يعني ما يتصورش كاع، على حق بالنسبه للتازي يعني ما عمرها وقعت فيها شي حاله بحال هذه الحاله هذه، فيعني هذا الشيء يعني مرعب بزاف. اللي جاء اللسان ديال الابناء ديالو يعني قال لك كان كياخذ الدواء ديال المرض النفسي، وحتى هو يعني في الحاله ديالو يعني ما كانش يعني كيتخالط مع الجيران، يعني ما كتشوفوش لا في مناسبات ولا في تكون شي موت ما كيمشيش لعند الجيران، يعني ما كانش كيتخلط، ماشي شي واحد اللي اجتماعي مع الساكنه باش تعرف يعني هذا الشخص واش يعني، ولكن هو يعني في اللباس ديالو وداك الشيء يعني كان كيبان باللي يعني انسان ما يعني ماشي طبيعي في الحياه ديالو. اخر رساله اللي كنوجهو يعني مدينه تازه يعني ما معروفاش بهاد البشاعات ديال القتل مثل هاد الكارثه اللي دار هاد الاخ هذا، فكنتمناو يعني هاد الشيء ما يتعاودش في هذه المدينه هذه، ونتمنوا للاخوه اللي ماتوا كنتمنوا لهم الرحمه، الله يرحمهم ويسمع عليهم يا ربي الحميد.